السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. خبر جميل، خبر مفرح، خبر مشرف للإسلام والمسلمين جميعا. المسجد اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة في أمستردام، رئيس الوزراء الهولندي اتصل برئيس الجالية الإسلامية وطلب منه الحضور إلى مكتبه. ولما راح رئيس الجالية الإسلامية لرئيس الوزراء الهولندي مكتبه، تفاجأ انه بيطلب منه بفتح جوامع في امستردام وترفعوا الاذان. يعني انا مبسوط جدا، انا والله العظيم مبسوط، وده خبر جميل. والجامع زي ما انتم شايفين اهو، وفي اذان ربنا، حاجه مشرفه في امستردام في هولندا، وكل ده على نفقه الدوله. يعني الناس اللي كانت بتحارب الاسلام دلوقتي هم يعني بيسعوا يبقوا مسلمين وبيسعوا لرضا ربنا سبحانه وتعالى. شيروا الفيديو، فيديو مهم للعالم كله، وفيديو مشرف وخبر جميل، ومفيش كارثة ولا حاجة اهو يا جماعة. والسؤال هنا بقى، مستني في تعليقاتكم تقولوا لي، هل كورونا ده جندي من جنود الله لهداية العالم، ولا كورونا ده ايه؟ يعني انا بالطريقة دي كده اعتقد ان كورونا ده جندي من جنود الله، يعني اللي هو علامة أو فرصة لكل واحد يصلح غلطه. ربنا يهدينا جميعا ونشيروا الفيديو، فيديو مشرف وجميل، ومستني تعليقاتكم برضو عشان اللي أنا مش واخد بالي منه أنتوا تقولوا ليا. شكرا ليكم، المطرب حسام الشرقاوي. بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله الاذان اول مره من المسجد السنه امستردام بسي عبد الحافظ المباشري ان شاء الله. شوف ما شاء وصلوك تاخذ سنه ان شاء الله الاذان من المسجد السنه اول مره في امستردام. حاضر معنا البوليس والخمينة ديال أمستردام، اتفاقية. إن شاء الله، ما شاء الله. Thank you.